أمي يلا أمي خلينا نرجع لعند عمو عزات. زهرة بكفي. الله يخليكي لا تفوتي. أمي شو بكي أنتي؟ ما شفتي بعيونك إنه عمو عزات واقف قدامك؟ أمي يلا روحي وحاكي لعزات، يمكن كل شي يرجع مثل قبل، مثل ما كنا نحلم دائما. زهرة بكفي. أمي لا تعملي هيك. بتسلم على الأغا تبعك وبتقول له إنه من اليوم ورايح رح أقلب حياته لجهنم، وراح يضل خايف إني أكشف كل عمايله الوسخة اللي عملها، وراح يحس بنفسي قريب منه. فهمتوا لك كلب؟ أمي لو سمحتي لا تعملي هيك. أمي أمي لا تدخلي من هالباب، لا تفوتي، إذا دخلنا ما رح نطلع مرة تانية. خلينا نحكي مع عمي عزات، حتى إذا بدك بروح معي بنحكي معه أنا وأنتي. يلا أمي. شو عم بتقول هاي؟ عن جد شفتوا عزت بعيونكم؟ أمي اصحك تفوتي يا أمي. بكفي بقى زهرة، اوعك. أمك مرتي أنا وكنت هالقصر وما رح تروح لمكان. خلصنا بقى، أصلاً أنت فهمان كل شي. أمي بدها عمي عزت وبتحبه، هي ما رح تحبك لو شو ما عملت. أصحك أصحك تفكر تلمسة. شو اللي صار؟ والله ما بعرف، انتو بتعرفوا شي؟ والله ما بعرف، ما سمعنا شي غير صوت رصاص. طلعت دغري وشفت هالزلمة الضخم حامل مسدس. انت شفته؟ ايه شفته بعيوني هدول. طبعا خفت ورجعت. والله يا حضرت ايه شو صار؟ قدروا يلاقوا حدا منهم؟ نرمين واللي ملاحقينا مو باينين بنوب، بس الشرطة عم يدوروا عليهم. عمي منصور كانت نرمين متصاوبة، لوين ممكن تروح بهيك حالة؟ كله بسببي أنا. ما في داعي تلوم حالك كل هالقد. لو أنا ما رحت لشوفها ما كان صار كل هالشي. مين؟ رحت لتشوف مين؟ مين يعني؟ معرفة قديمة. كيف بتخليها تفلت من بين إيديك؟ لك كيف بتفلتها؟ لك رح أضلك أجدب. وصلت الشرطة بابا وحاولت إلحقها بس هربت منهم. قلت لحالي بلاقيها بعدين. لك يا ريت لو مسكوك الشرطة بدل ما توقف قدامي وانت بهالحالة اللي بتخجل يا غبي. رح تدوروا عليها بكل مكان قبل ما تلاقوا النرمين وتقتلوها.
لا تفكروا انه في رجع على العراق، عم تفهموا علي؟ ايه بنتي كمان، ايه ايه، لا تحت شوي، ايه 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 ايه، هذا اللي صار معنا. شو اعمل مع هالعدنان؟ والله مشكلة، بس في شغلة ما قدرت افهمها. شو يلي مخليه لهذا عدنان يرفض فكرة زواجك من فاطمة يا ابن عمي؟ اللي مو موافقة هي امه لعدنان. ايه كيف؟ امه لعدنان؟ مين؟ فاطمة؟ ام مين؟ عدنان اغا. شو قلت؟ قلت امه. انا قلت امه؟ ايه. ليش هيك قلت؟ ليش؟ لأنه كبر على إيده الزلمة، من هو وباللفة فاطمة ربته وفاطمة كبرته، فهو معتبره مثل أمه، ما بده إياها تتجوز. من ناحية معنوية يعني. ما علينا، شوف نحن رح نركز على المباريات الجاية، لأنه من المستحيل إنك تربح الانتخابات وإنت هيك وحداني. لهيك شو ما منلاقي عرجة طرشة عمية من حي الله ضيعة رح نجيبها ونجوزك إياها. لا ما حذرت، أنا ما بدي وحدة تانية، أنا بدي فاطمة. أخي أنا بحبها لفاطمة. والله عن جد. شوف إذا هيك القصة معناتها بتمنى لك النجاح برحلة الحب الأعمى تبعك، أما أنا بتسمح لي أمشي بقى. هوب 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 هوب، جنيت أنت؟ وين رايح هلا؟ بدك تتركني بنص الطريق؟ لك نسيت إنك ابن عمي الوحيد؟ لك يا حلمي أنت مستشاري، أنت عندي يعني صانع. شو قلت لي؟ صانع الهيئة. ها صانع الهيئة تبعي، لا تعمل هيك فيني، إذا أنت تركتني شو بعمل؟ والله بضل مكسور هون أنا. الله يخليك ساعدني، حرام نضل بعاد، لازم نقرب العشاء ببوس إيدك. قرب العشاء. ابن العم؟ ليك أنا في عندي طريقة بس. هاد نشوف. نحن رح نخطف فاطمة ونجيبها لهون لعندك. نخطفها؟ ايه من القصر. ايه قلت نخطفها. لك ايه نحنا. لك رح تنفكر ابدي من كتر ما هزيتها. ايه وان شاء الله بتنقطع كمان. اصحك، مستحيل، هذا طريق مسدود. انا بعرف كيف افتحه اذا كان مسدود يا ابن العم، انت لا تاكل همشي ابدا يا عيوني.